السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحد المحاضرات سألت سؤال: هل أنت خايف إن الطلبة يستخدموا الذكاء الصناعي؟ قلت لهم بالعكس، ده أنا بدي محاضرة كاملة إزاي يستخدموا الذكاء الصناعي في إن هم يفهموا الدرس أحسن، إن هم يطلعوا صور معينة، إن هم، لكن الفكرة كلها إن هو مش يستعين بالذكاء الصناعي ويديني الإجابة من غير ما يقراها، لأ ده عايز يبقى عنده ملكة إن هو لما يسأل الذكاء الصناعي يقدر يحلل المعلومة ويقدر يعرف هل المعلومة دي صحيحة ولا خاطئة وأقدر أناقشه. يعني خلاص أنت الهوم ورك بتاعك أنت عملته بالذكاء الاصطناعي، وريني بقى أنت فاهم، تعالى نتناقش مع بعض مناقشة. أه أنا استعنت بالذكاء الاصطناعي وخدت المعلومة دي من أكتر من مكان، لكن أنا فاهم أنا قلت إيه وفاهم أنا كاتب إيه، مش مجرد كوبي بيست، مش مجرد نسخت وخلاص، نقدر نناقش فيها. النهاردة بقى نشوف المحاضر نفسه أو المدرس أو الدكتور إيه الأدوات اللي هو ممكن يستخدمها، وممكن يستخدم أدوات كتيرة جدا تساعده في إن هو يحضر للدرس، يعمل برزنتيشن، يجهز الأسئلة، يراجع الأسئلة، كل دوت هنلاقي أدوات كتيرة جدا. خلينا نبدأ بالوايت بورد. في هنا وايت بورد يقدر يستعين بيها في إن هو يشرح للطلبة عليها. هنشوف ميرو. ميرو ده عايز محاضرة كاملة لوحده. وكانفا، كانفا كمية الأدوات اللي موجودة فيه لا تعد ولا تحصر. طيب تعال نشوف الوايت بورد عبارة عن ايه. ان انت بترسم بعض الحاجات. وتقدر تستخدم الذكاء الصناعي في ايه؟ ان انت مثلا عايز تكتب حاجة معينة، مجرد تديله عنوان هو بالذكاء الصناعي يبدأ يكتب لك كل اللي انت عايزه. خلينا نوريك القصة عاملة ازاي. يعني انت بتحضر مثلا درس في الاحياء، فمجرد تكتب الخلية هو يقدر ان هو يحط لك كل التفاصيل اللي موجودة. بقول له create team board، ميزة ان اكتر من شخص ممكن يشتغلوا مع بعض في نفس الوقت. نختار الشكل اللي احنا عايزينه، عندك اشكال كتيرة جدا. خلينا مثلا نستخدم دوت، ممكن تعمل بيه خرائط ذهنية، مثلا درس صعب شوية تبدأ ان انت تستعين بان هو يلخصه لك. ده التمبليت تقدر تعدل عليه بقى، اي حاجة تقدر تعمل عليها سيلكت ودبل كليك وتلاقي ايه، عندك امكانيه ان انت تعدل التكست زي ما انت عايز، التكست، الصور، كل حاجه انت تقدر ان انت تكتب اللي انت عايزه ويقدر ان هو ايه يحط لك التكست اللي انت عايزه. ممكن تيجي من هنا وتقول له تكست وتبدا ان انت مثلا عايز تكتب اي حاجه. هتلاقي عندك هنا الاداه دي ميرو اي اي، بتقول له مثلا انا عايزك تعمل لي دوكمنت مثلا لحاجه معينه، ماشي، ميتنج نوتس مثلا، برودكت بريف. فبيقول لك ايه البرودكت اللي انت عايز تكتب عنه، اهو بدأ يكتب لي البرودكت بريف اهوت. انا ما بكتبش حاجه خالص، هو اللي بيكتب. فدي فكره الذكاء الصناعي ان هو موجود معايا، لو انا بشرح للطلبه حاجه وعايزه يكتب لي خلاص هو بيبدأ يكتب زي ما انت عايز. المهم ما لا تثق في الكلام، يعني بعد ما بيكتب انت لازم انت تراجع عليه والحاجات دي كلها. طيب تعال نشوف أداة تانية، احنا نكتفي بميرو، هما الاتنين تانيين نفس الفكرة. طيب ده هيديني لسون بلان، ده هيديني خطة كده للشرح هتبقى عاملة ازاي. طيب خلينا نشوفهم واحدة واحدة. ماجيك سكول، ماجيك سكول من المواقع اللي مليانة تولز كتيرة جدا للمدرس، للتيتشر، بحيث ان هي توفر عليه وقت كتير جدا في موضوع الشرح، في موضوع المنهج، في موضوع زي ما انت شايف كده، تديله تكست يقدر يعمل لك ريرايت ليه، ممكن يعمل لك ليسون بلان، اكاديميك كونتنت، يعني لما تسأله سؤال يجاوبك زي شات جي بي تي لكن من المصادر الأكاديمية بس. عندك نص كبير يقدر يعمل لك تلخيص، عندك نص صغير يقدر ان هو يشرحه لك،
ممكن تقول له المنهج ده حاسس ان هو تقيل على طالب عنده 10 سنين، صيغها لي بطريقة تناسب طالب عنده 10 سنين. ممكن يساعدك في ان انت تكتب ايميل للوالدين بحيث ان هم يعرفوا مثلا تقديرات الاطفال اللي عندهم. ممكن يساعدك في ان انت تعمل صور في حاجات مثلا خاصة بالرياضيات، في حاجات خاصة ان هو يجهز لك اسئلة مالتي شوز. وطبعا مالتي شوز سهل ان هو يراجعها، يعني هو خلاص عرف ان دي المفروض يبقى جايبينها كذا، فهو يعمل لك لينك كده ان الطلبة تخش تحل الحاجات ديت. بص كمية التولز اللي موجودة في الموقع ده، بس في مثلا تولز ان انا عندي فيديو على اليوتيوب، هقول له خد الفيديو دوت افهمه وجهز لي الاسئلة، اعمل لي اسئلة على الفيديو دوت، فيعمل لك مثلا 20 سؤال كل سؤال فيه 4 اختيارات. فدي من ضمن الماجيك سكول، ده لوحده حكاية، ده لوحده تقدر تستعين بيه في ان انت تعمل دروس كتيرة جدا 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 بطريقة سهلة على طول. طيب هنشوف برضو التاني edu8.ai، برضو بيديني تولز كتيرة جدا مساعد ليك، يعني هو الذكاء الصناعي بموظف معاك بيساعدك في حاجة انت بتحتاجها. ممكن يجهز لك الأسئلة، ممكن يجهز لك المحاضرة، ممكن يجهز لك البرزنتيشن، الحاجات دي كلها. طبعا ليك فري 15 مساعدة أو 15 تعمل جنريشن في الشهر، لكن بفلوس ليك unlimited، فلوس في حدود $6 في الشهر. طيب الكوبايلوت، بس ده الادوكيشنال، يعني الكوبايلوت معروف اللي هو بتاع مايكروسوفت، هم عاملين بقى حاجة تانية ادوكيشنال كوبايلوت او ما اعتقدش تبع مايكروسوفت. هنا ممكن تقول له بقى ايه، انا عايز درس مثلا عن كذا والاني مستوى ده لسنة 9 مثلا، يبدأ يجهز منهج ينفع يدرس لسنة 9. قول له لا انا عايزها لسنة اولى، يبدأ يغير الطريقة بتاعة الشرح ويبدأ ان هو يبسط الحاجة. طيب نشوف لك السعر، $9 في الشهر. ده برضو واحد برضو مساعد للمدرس، يبدأ يجهز لك المنهج. الميزة بتاعته ان هو بيدي اشكال شكلها حلو كده وظريفة، فممكن تقول له مثلا عايز درس لسنة كذا، عايز كلمات معينة، عايز تدريبات الاطفال، يبدأ ان هو يساعدك في حاجة زي كده. طيب دي اهو الكوبايلوت اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ونشوف حاجة تانية. ده برضو كان عليه، ده اللي هو أبسط حاجة، ده بيبسط المهام الإدارية ويقدر يساعدك في عمل الجداول والواجبات. طيب نكمل، ده بقى بيبدأ يقسم نفسه حاجات خاصة بالرياضة، حاجات خاصة بالعلوم، حاجات خاصة بالثقافة، وحاجات خاصة بالرياضيات بتلاقي حاجات كتير جدا انت عايز مثلا ايه، مثلا وليكن الجبرة، بالنسبة للجبر ابن حيان بيبدأ يجيب لك الأسئلة، تقدر تقول له مثلا عايز نماذج أكتر، فبيبدأ يشرح لك خطوة خطوة المسألة ممكن تتحل إزاي، فهيساعدك كتير جدا في أي مسألة مش واضحة يبدأ إن هو يشرحها بشكل أفضل. تجارب كتيرة في الفيزياء بيشرحها بأشكال جميلة بحيث إن الواحد يقدر يفهم حاجات خاصة بالكيمياء، تقدر تختار الحاجة اللي أنت عايزها. طيب لو احنا عايزين بقى نتكلم في الهيستوري، اختار بقى الشخصية التاريخية اللي انت عايز تتعرف عليها. طيب.
ونبدأ ان احنا نعمل معاه شات، نقدر ان احنا نتكلم معاه ونشوف حياته والحاجات دي كلها. والموقع اللي انا بحب استخدمه كتير جدا موقع اسمه character.ai. الموقع دوت برضو بتختار شخصية، لكن هنا مش مخصص بالتاريخ، ممكن تختار شخصية كرتون، ممكن تختار شخصية انت يعني بتحب ان انت تتابعها حقيقية موجودة. ممكن تختار مثلا ايلون ماسك، ممكن تختار مثلا محمد الفاتح، ماشي، السلطان سليم. طيب اي واحد من دول ممكن ان انت تختاره. ممكن تختار شخص هتكلم مع الديانة زي الاسلام مثلا، او انت مش تتكلم مع شخصية حقيقية هو بيتقمص الشخصية دي. ممكن تتكلم مع مدرس مثلا، عايز اتكلم مع تيتشر، تمام، خلينا نتناقش مع تيتشر. تعمل سيرش على الحاجة اللي انت عايزها، هتلاقي حاجات كتير جدا في انجلش تيتشر مثلا، حد هيعلمك انجليزي، متخصص في تعليم انجليزي، تمام. هتختاره وتسأله ايه افضل طرق تعلم الانجليزية، ما افضل طرق تعلم الانجليزي. انا كنت سألته قبل كده قدرا، يعني الشخصية اللي انا اخترتها كنت انا سألته قبل كده، او بدأ يقول لك القراءة والكتابة. هو اربع حاجات يعني عشان اتعلم صح، اتكلم اسمع واتكلم الاول، يعني اسمع حلو وبعد كده اتكلم الاول، وبعد كده اقرأ وبعد كده اكتب، تمام. ممكن تقول له انا هديك جملة وانت صلحها لي، فيبدأ بينكم حوار زي كده. ممكن تختار شخصية تاريخية وتسأله قول لي احكي لي ايه الاحداث اللي حصلت، وده برضو يقدر ان هو يساعدك مثلا في حاجات خاصة فيزيكال مثلا. ممكن تديله اي ورقة ويعمل لها OCR Optical Character Recognize ويبدأ ان هو يفهمها بشكل دوت. هندسة مثلا، طيب ان شاء الله نكمل مع بعض المحاضرات اللي جاية، فمنسوش تشتركوا في القناة.